في تونس يوم 12. يوم 12 يعني من الإطارات اللي تقابلت معها هو المدير العام للأمن. نعم. كان فيه زركات الدولة الداخلية ثم رئيس الديوان. نعم. وقيل لي وقتها أنه لا محالة ثم مازالت ثم الأمور يعني غير مستتبة الأمن. ما هي أكثر النقاط توترا في البلاد التونسية؟ والله نقول لك في مختلف الجهات، فيها مراكز أمن تحرق، فيها معتمديات يقع الهجوم عليها وطرد المعتمد، فيها اعتصامات في عديد الجهات، يعني كانت حقيقة حالة. هل كانت هناك مناطق خاصة تؤشر عليكم باللون الأحمر؟ أتحدث عن يوم 12 وأنت وزير الداخلية جديد تستلم هذا الملف في أول يوم لك، هل كانت هناك مناطق خطرة جدا تؤشر باللون الأحمر في ذاك اليوم؟ ثم قلت لك خاصة المناطق الداخلية، الحقيقة المناطق الداخلية كما منطقة سيدي بوزيد، القصرين، قفصة، المناطق اللي انطلقت منها في الحقيقة الثورة كانت هي الأمة موجودة زي كيف كيف مشاكل في عديد الجهات الأخرى، في بنزرت، في الكاف، في جهات مختلفة من الجمهورية، في تطاوين، في إلى غير ذلك. هل وجدت خطة لدى الأجهزة الأمنية جاهزة للتعامل مع هذه الأحداث؟ هي انا ناكد لك انه يعني باعتبار الهاتف اللي باتصال الولايات اللي تطالب بالمساعده الامنيه نظرا للظروف اللي كانت فيها تونس، نعم، يعني لم اجد الوقت للالتقاء بعدد يعني كبير من المسؤولين في الوزاره. قلت لك شفت عدد ضئيل من المسؤولين الساميين في الوزاره وخاصه مدير العام للأمن اللي كان يلصق في ذلك الوقت، مع العلم وأنه التنسيق في الحقيقة يتم على مستوى الأمن الرئاسي أكثر منه على مستوى وزارة الداخلية، بحيث تم تعليمات تصدر مباشرة من الأمن الرئاسي للأمن. سنتحدث في هذا الأمر في يوم 13، يعني أي بعد يوم. ما هو أول قرار اتخذته هو أنت وزير للداخلية حينما جلست على مكتبك؟ أولا لكل من نقابله من المسؤولين نقول له طالب حاجة بركة، تفادي العنف ضد المتظاهرين، تفادي الرمي بالرصاص الحي، وطلبت إعداد منشور، يعني منشور رسالة، يعني منشور للمختلف. نعم. المصالح. نعم. لا مش مرسوم، احنا في تونس نقولوا منشور يعني مذكرة. نعم. مذكرة. نعم. نعم. مذكرة لكافة قوات الأمن لمنع استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين اللي يتظاهروا، إلا في الحالات القصوى عندما باش يفتك منه السلاح أو في حالات اللي هي يبينها بكل وضوح قانون موجود في تونس واكتشفته في الوزارة، قانون منذ سنة 1969. وأمضيت هذا المنشور اللي يحمل رقم 2 لسنة 2011، وهو أول منشور أمضيته لمنع استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وهذا موجود لمحالة في وزارة الداخلية. أمضيته يوم 15 لأنه كان فيه لابد من وقت لإعداد هذا المنشور. وتم إمضاؤه حينئذ في 15 جانفي 2011. متى غادرت الوزارة يوم 12؟ في أول يوم وزارة؟ في ساعة متأخرة من الليل. طيب ما أبرز مكان؟ يعني أكيد أنك كنت تتابع، هل كانت هناك اتصالات مباشرة بينك وبين الرئيس السابق زين العابدين بن علي؟ كنت أترقب، وكان بن علي دائما يقول أنه مقر العزم على تنفيذ. اتصل بك وأنت وزير الداخلية بعد تعيينك في نفس اليوم يوم 12؟ اتصل بي يوم 12 وقال لي ما ثم كان الخير وراني باش ناخذك الشيء اللي قلته لك، راني باش نطبقه، وهاني باش نلقي خطاب للشعب التونسي باش نقول فيه الشيء هذا. يقول هذا كلام يوم 12، يعني قبل 12. يوم من. نعم. خطابه. نعم. الأخير. نعم. خطابه الثالث. نعم. نعم. وكان كنت أنا يعني من خلال ما قاله لي. نعم. كنت حقيقة اعتقادي كان أنه ما عندوش خيار آخر، لابد من تنفيذ الإصلاحات السياسية اللي نادي بها الشعب التونسي. نعم. واللي هي ممكن باش تفتح
يعني مرحلة جديدة في حياة تونس، خاصة مع التطمينات اللي قال لي عليها من جانب عديد الأطراف وخاصة الأحزاب السياسية. سيد أحمد، نحن الآن في ليلة 12 من يناير، ثمة كلام في تلك الليلة عن أن قوات الأمن، قوات الشرطة، قوات الحرس تسلم أسلحتها إلى الجيش. صحيح. أنت كوزير داخلية يعني هل كنت على علم وما الذي حصل بالضبط؟ لا، اتصل بي زميلي وزير الدفاع. نعم. وقال لي ثم في بعض جهات يعني المصالح الأمنية تسلم في السلاح للجيش الوطني. فكانت العسكرية. نعم. فأذنت بإجراء تحقيق يعني في الغرض. وإفادتي بالأسباب اللي أدت لأنه عون الأمن المفروض أنه يكون عنده سلاحه باش يدافع عليه. قيل لي أنه في بعض مراكز أمن تم هجوم على مراكز الأمن، ويطلعوا حتى في بعض الحالات يعني إما يخليوا أعوان الأمن مجبورين باش يخليوا المراكز، وإلا يطلعوا فوق المراكز وتولي يحصل ما لا يحمد عقباه إذا كان حاولوا باش يفتكوا السلاح. ف ضمانا لسلامة الأسلحة وتفادي أن يتم الاستيلاء على هذه الأسلحة، هذا ما قيل لي، وإن شاء الله التحريات على كل قيل لك من أجهزة أمنية داخل أجهزة أمنية يعني. عندما نعم. سألت عن الموضوع وتم التحري من قبلهم في هذا، قالوا لي راهوا اعتراهم لأن خايفين من افتكاك السلاح في مراكز الأمن عند هجوم المواطنين، ومش بالضرورة يكونوا مواطنين عاديين في بعض الحالات. هل كان الرئيس السابق على علم بعملية تسليم الأسلحة من الأجهزة الأمنية لأجهزة القوات الأمن العام إلى الجيش وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ قالوا زميلي، هو كان في اتصال بين زميلي وزير الدفاع وبن علي يوم يعني من يوم غد يوم 13، وذكروا هذا في تصريح للوزير الدفاع، علموا بالموضوع وقالوا وين المشكلة، كيف يعطيوا السلاح متاعهم المواطنين هاجمين عليهم وهم يعطيوا في السلاح متاعهم. يعني إلى هذه الدرجة كانت أجهزة الأمن خائفة أم كان هناك غليان شعبي؟ كانت هناك ثورة حقيقية يعني؟ كيف تم تشخيصها في وزارة الداخلية في مستوى الأجهزة الأمنية، في مستوى القيادات، في مستوى ربما خلايا العمليات الموجودة في الوزارة؟ كان فيه تخوف الحقيقة، وكان فيه هجومات، تم الهجوم على عديد مراكز الأمنية، وتم افتكاك بعض الأسلحة أيضا، تم افتكاك بعض الأسلحة في 12 من يناير. ما زال 12 و13 أيضا. طيب كيف كان تقييمكم للوضع؟ أكيد أنك زرت قاعة العمليات في وزارة الداخلية في ليلتك الأولى أو في يومك الأول. كنت لما حال وزارة يعني قاعة العمليات كانت تبدني بتقارير اللي هو معمول بها يعني تقارير روتينية يعني عن الأوضاع والمناطق عن الأوضاع، وشاهدنا أنه فيه اضطرابات، فيه اضطرابات كبرى في عديد الجهات. بالنسبة لعدد الضحايا من القتلى المدنيين خاصة، هل كانت تصلكم الإحصائيات دقيقة أم لا؟ الإحصائيات ما كانتش دقيقة، وأقول لك أنا حتى غادرت الوزارة وعلمت برقم، لأنه فيه تم أرقام موجودة عند مصالح الأمن المركزية وفيه أرقام موجودة في الجهات، لكن الجهات تم جهات بدون ولي، تم جهات بدون معتمد، تم جهات بدون مركز أمن حتى. يعني إلى هذه الدرجة سيد أحمد كان هناك انخرام في مؤسسات الدولة قبل 14 من يناير، نحن الآن بصدد الحديث عن 12 من يناير. يعني أحكي لك على يوم 13 أو 12. لا، نحن في 12 ما زمنا. إي أنا ما زلت ما حصلت ليش روي، ما زال يعني دخلت وزارة متشعبة فيها العديد من المشاكل. نعم. وعديد من التوجهات وعديد من الوضعيات، ففي يوم واحد تطلب صحيح. مني كوزير داخلية باش تكون عندي معرفة جيدة بما يتم في الواحد، من الصعب جدا في ظروف استثنائية عمرها ما شاهدتها تونس، يعني ظروف طيب. حقيقة استثنائية جدا. ولذلك هل كنت متخوف يعني، وهذا سؤال ربما نختم بهذا الجزء، هل كنت متخوف من ربما وجود بعض الصراعات داخل أقطاب المؤسسة الأمنية نفسها في وزارة الداخلية؟ كان ظهر أنه فيه ثم صراعات واضحة، لأنه حتى المعطيات ما كانش معطيات واضحة، يتحدثون عن سنايبر قبل القناصة. نعم. فسألتهم قدرهم هل تم الوصول إلى إيقاف بعض القناصة، شكون هالقناصة هذو، من أين إلى أين جهة ينتمون؟ نعم. ما تلقاش
ما تلقاش الجواب للأسف. لا أحد يجيب. لا أحد يجيب. طيب الاعتداءات الحرق النهب السلب هل هناك كيف الناس اللي تنهب أشخاص تم اتهامهم هل هناك موقوفين على ذمة التحقيق؟ كان ثم فيه موقوفين وكان في كل مرة يقولوا لي أنا قايمين بالتحريات وبالبحوث وبكذا ويعني ما تلقاش المعلومة الصحيحة. نعم. وهي أنا قناعتي أنه الوزارة هذه يعني المصالح الأمنية اللي فيها لمحالة بعض ناس قاموا بأعمال غير مقبولة واللي هي يعني لابد من إدانتها كما التعذيب كما ربما الاعتداء على بعض أشخاص والمس من كرامتهم بصفة غير مقبولة واللي إن شاء الله العدالة تقوم دورها في الاتجاه هذا. ولكن أغلبية الأعوان الأمن هم أبناء الشعب هما يعني كانوا القضية أنه وزير الداخلية ما كانتش عنده اليد يعني المسؤولية الكاملة على هذا القطاع كان فيه تداخل جهات أخرى. نعم. وهذا يجعل اضطراب يخلق اضطراب يعني. نعم. في وسنتحدث عن الاضطراب الكبير في 14 يناير بعد فاصل قصير. أستاذ أحمد أستأذنك في هذا الفاصل. نعم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء الخاص مع السيد أحمد فريعة وزير الداخلية التونسية السابق. نعم. أهلا بكم من جديد في الجزء الثالث والأخير مع السيد أحمد فريعة وزير الداخلية التونسية السابق. سيد أحمد نحن الآن في 13 يناير. نعم. 13 جانفي قبل يوم واحد من الثورة الهائلة التي انتهت بفرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كان هناك تقريبا حدثين هامين على مستوى سياسي. كان هناك قرار لاجتماع لمجلس النواب واجتماع لمجلس المستشارين. نعم. وكنت أنت أحد الشهود أحد الذين حضروا أمام هذين المجلسين لتقديم ربما عرض عن الوضع الأمني. ما الذي فعلته في هذا الوقت الوجيز وكيف كانت الأجواء في ذاك اليوم؟ صحيح. وفي الحقيقة أنا كنت مبرمج يوم 13 لقاء كبار المسؤولين في الوزارة الإدارات العامة المديرين العامين القيادات الأمنية يعني والقيادات الفرعية والإدارات القطاعات الأمنية ثم الجانب ثم الأمن ثم الحرس فيه الحماية المدنية فيه الجهوية الإدارات المدير العام للشؤون الجهوية. نعم. الشؤون البلدية اللي كان تم مشاكل زلمة تاع فضلات في تونس معناتها لأنه البلديات ما كانتش تشتغل بصفة طبيعية فكان في برنامجي وطلبت هذا من رئيس الديوان إعداد قائمة في المديرين الكبار بالوزارة لاستقبالهم والتعرف على الأشياء اللي هي تتطلب إجراءات حينية العاجلة يعني. الأمور المستعجلة. نعم. فتقبلت يعني هاتف مكالمة هاتفية من الرئاسة من المدير الديوان الرئاسي يقول لي راه مطلوب منك الالتحاق علموك باش تلتحق بمجلس النواب في الصباح ثم بمجلس المستشارين لإعطاء مداخلة حول الوضع الأمني العام في البلاد. قلت ما علمني حد ما في بليش. قال لي ما لا حضر نفسك باش تنتقل إلى مجلس النواب وبعد ما يلقي الوزير الأول يعني مداخلة لتفسير الإجراءات اللي تم اتخاذها فيما يتعلق بالبطالة والتنمية الجهوية لغير ذلك الإجراءات هذه ثم بعد الوزير الأول تأخذ الكلمة ليعطاها فكرة حول الوضع الأمني العام في البلاد. ففوجئت الحقيقة لأنه لم يقع إعلامي. وهل كان عندك كوزير داخلية في يومك الأول يعني ساعات قليلة تقرير ربما شافي واضح مفصل عن الوضع الأمني؟ ما كانش فيه تقرير مفصل فطلبت من المصالح إعداد يعني بعجلة تمكيني من معطيات باش نجم نقدم هالمداخلة هذه بسرعة. ثم انتقلت إلى مجلس النواب وبعد مداخلة الوزير الأول قمت أنا بإلقاء كلمة لإعطاء فكرة حول الوضع الأمني العام وأكدت ثم في المساء على مجلس المستشارين نفس الشيء يعني في مجلس المستشارين في مساء يوم 13 وأكدت على أنه شباب تونس اليوم في عصر الإنترنت لا يقبل
الضغط على الحريات، ولا بد من فتح الحريات، ولا بد من الديمقراطية، وهذا مسار لا رجعة فيه. وقلت عندي تطمينات يعني هذا. طيب. هل كان لديك في ذاك اليوم بعد مجلس المستشارين تأكيد بأن الرئيس بن علي في ذاك اليوم سيتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي؟